بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بقى الفرق بين جمل التكرار التلاتة فور ودو وايل وهوايل؟ سبق وضحنا الفرق ده في الامثلة، بس بنأكد عليه مرة تانية. ان دو وايل الشرط بتاعها دايما بيجي في نهاية، بيأتي دائما في نهاية التكرار، يعني التكرار بيجي الاول زي كده، بتيجي كلمة دو وبعد كده الحاجة اللي هتتكرر والشرط بيجي في الاخر. فممكن على الاقل ان يتم تنفيذ التكرار ده مرة واحدة. ليه؟ لانه الاول بيكرر وبعد كده بيشوف الشرط متحقق ولا لا. فاذا تحقق الشرط يعيد التكرار، واذا لم يتحقق يبقى انا كده كررت مرة واحدة. عظيم. انما جملة وايل وجملة فور الاول بتسأل وبعد كده بتكرر. فعلشان كده اذا الشرط ما تحققش يبقى كده عمره في حياته ما ينفذ ولا مرة ولا يكرر ولا مرة، وبيخرج من الحلقة التكرارية وما بيعملش ولا مرة. يبقى دي بتتكرر مرة على الأقل سواء الشرط اتحقق أو ما اتحققش. إنما فور وهوايل بتتنفس مرة واحدة على الأقل، بتتنفس إيه؟ مرة واحدة على الأقل. طيب لو جينا كده بصينا على المثال البسيط ده، أنا عايز مثال المستخدم يدخل أي رقم وأنا هطبع كلمة هلو على الشاشة. يبقى المستخدم لو قال 3 هطبع هلو 3 مرات، قال 5 هطبعها 5 مرات، قال 10 هعملها 10 مرات. الأول لو كتبنا البرنامج ده باستخدام دالة فور، باستخدام دالة ايه؟ أو باستخدام جملة فور ستيتمنت، ونلاحظ ايه اللي هيظهر قدامنا. أول حاجة لما أجي أنفذ البرنامج باستخدام دالة فور، هيتكتب الأول البرنامج قدامي بالطريقة دي كده، بس هصلحه علشان يبقى جاهز. هنا عرفنا متغير من اسمه اي ومن النوع الصحيح، وعرفنا متغير تاني اسمه input number. طيب نكتب بقى هنا جنبيهم ايه؟ ان المتغير اللي اسمه اي ده بيعبر عن ايه؟ ننزل كده بيها ونكتب هنا سيمي كولون، ونقول ان المتغير ده خاص بالعداد. يبقى الاي ده مين؟ العداد بتاعنا. طيب والانبوت نمبر ده خاص بايه؟ متغير، ده المتغير خاص بعدد مرات التكرار. يبقى لو دخلت الانبوت نمبر ب5 يبقى قصدي ان انا هكرر 5 مرات، لو دخلته ب10 يبقى قصدي ان انا هكرر 10 مرات. عظيم جدا. طب تعالى كده نشوف الطريقه دي في تعريف المتغيرات صح ولا غلط. نجرب كده مع بعض ونشوف الجمله دي صح ولا غلط. لو جينا قلنا له وريني البرنامج فيه اخطاء ولا لا، قال لي ان البرنامج فيه اخطاء، يبقى المفروض كنا كتبنا برضو هنا جملة ايه؟ انت. طيب نجرب كده تاني، يا ترى فيه اخطاء ولا لا؟ برضو البرنامج لسه فيه اخطاء. طيب يا ترى الاخطاء بتاعتي دي فين؟ هنعرف حالا دلوقتي. يبقى كده ممكن نعمل تراجع ونخلي البرنامج زي ما انا كنت عامله. الغلط في القوس الزيادة ده اكيد. نجرب مع بعض ونقول له ديباج، وريني فيه اخطاء ولا لا. قال لي برضو فيه اخطاء. طيب انا كده بشتغل معاكم عشان نعرف الاخطاء فين. محتاج كلمة انتجر قبل انبوت هنا. عظيم جدا. يبقى عرفنا المتغير الاي وقلنا ده خاص بالعداد، وعرفنا متغير تاني اسمه انبوت نمبر، ده بقى خاص بايه؟ خاص بالرقم اللي المستخدم هيدخله. يعني لو المستخدم دخل انبوت نمبر ب10 يبقى قصده ان هو عايز يكرر 10 مرات، دخل 5 يبقى يكرر 5 مرات، يبقى ده خاص بايه؟ الرقم الخاص او المتغير الخاص بعدد مرات التكرار. وطبعا بالطبيعه اقول له ايه؟ سي ان الانبوت نمبر، دخل الانبوت نمبر، وبعد ما يدخله هعمل حلقه تكراريه ب4، فاقول له فور الاي بتبدا من 1، طول ما الاي اقل من او تساوي الانبوت نمبر اللي هو عدد مرات التكرار، خلي الاي بتزيد 1 وكرر ايه بقى؟ اكتب لي كلمه هلو وانزل لي على سطر جديد. يبقى ده قلنا ايه؟
ده خاص بعدد مرات التكرار. بعد كده بقول له ايه؟ دخل انبوت نمبر. لما اجي انفذ البرنامج فهقول له اتفضل نفذ كده، فهيقول لي ايه؟ هيقول لي والله الاي اللي هي خاصه بالعداد، والانبوت نمبر اللي هي خاصه بعدد مرات التكرار. بعد كده هيقول لي دخل عدد مرات التكرار بتاعتك اللي هي الانبوت نمبر، فكتبت له 5، فيخش الحلقه التكراريه ويطبع لي قال له كم مره؟ 5 مرات. عظيم جدا. طب لو جيت انا دلوقتي نفذت نفس البرنامج ودخلت له الاي دي بكام ودخلتها له ب10 مرات، يبقى اذا هينفذ البرنامج ده بحلقه تكراريه مكونه من 10 مرات. وهكذا. طيب تعالى كده المره دي ندخله الانبوت نمبر ب10 ونشوف ايه اللي هيحصل. الانبوت نمبر بتاعنا فكتب لي هلو 10 مرات. طيب في هنا بقى ملحوظه، ايه اللي هيحصل لو الشرط ده ما اتحققش؟ يعني انا جيت هنا قلت له الاي بدأ بواحد، وقلت له طول ما الاي اقل من الانبوت نمبر نفذ. طب الانبوت نمبر لو دخلت بسالب او بصفر، بص كده معايا ايه اللي هيحصل دلوقتي لو الانبوت نمبر بتاعتي دخلت بحيث ان الشرط ده ما يتحققش، دخلتها بصفر وقلت له انتر، قال لي ايه؟ بريس اني كي، ما طبعش. قال له ولا مره، ما طبعش ولا مره نهائي. لماذا؟ ليه؟ لان انت هنا لما الشرط ما بيتحققش ما بيخشش الحلقه التكراريه ولا بينفذها. وده البرنامج الاولاني اللي كتبناه باستخدام ايه؟ باستخدام الجمله هل فور. لو عملنا نفس البرنامج باستخدام الفور بالظبط، باستخدام الفور بالظبط، هنستبدل ايه؟ هنشيل بس كده الفور ونكتب مكانها وايل، هنكتب مكانها وايل، وهقول له طول ما الاي اقل من الانبوت نمبر اعمل ايه؟ هنقص دي من هنا كده، كرر واكتب لي سي اوت هلو. بس طبعا هنا في الاول كده اللي هو القوس بتاع بدايه الجمله، وهقول له زود 1 على قيمه الاي، وهني التكرار باستخدام هوايل. ايه بقى اللي هيحصل؟ نفس البرنامج تماما. هروح جاي منفذ البرنامج، في عندي بس خطا دايما بنسى انا السيمي كولن، بقول له يلا اتفضل نفذ. قال لي دخل لي مين؟ الانبوت نمبر بسي ان، قلت له 5، قلت له ايه؟ انتر. في مشكله حصلت، ان انا كنت كاتب هنا الشرط خطا، فهيفضل يكرر الى ما لا نهايه. طيب نعالج برضو الخطا ده، قلت له زود على الاي وائل اي بتساوي كام؟ المفروض كنت قلت له انت الاي بيساوي 1، لان انا ما بداتش القيمه الابتدائيه للاي بكام؟ ب1. يبقى اقول له الاي بيساوي 1 واعيد التنفيذ مره ثانيه. علشان كده فضل يشتغل الى ما لا نهايه وما رضيش ان هو يقف عشان الخطا ده. فجيت هنا نفذت صلحت، قلت له ابدا القيمه الابتدائيه المتغير ب1، وقال لي دخل السي ان انبوت نمبر، قلت له الانبوت نمبر كان ب5، برضه كتب لي قال له 5 مرات نفس الطريقه بالظبط اللي كانت موجوده مع فور بالظبط، مع اختلاف شكل الحلقه التكراريه. وبرضه نفس الامر بالظبط ما بين فور وما بين وايل هيحصل معايا، فلازم اركز جدا. ايه هو يا ترى؟ ان انت لو الحلقه التكراريه بتاعتك الشرط ده ما اتحققش ما بينفذش ولا مره، ما بينفذش ايه؟ ولا مره. يعني لو جيت قلت له اتفضل نفذ، قلت له الانبوت نمبر بتاعي كان بصفر، طب الصفر اقل من ايه؟ من الانبوت نمبر. الانبوت نمبر الاي اصلا بدات ب1، فالواحد اقل من او يساوي الصفر، لا الشرط ما اتحققش، وبالتالي هيطنش كل التكرار، وبرده مش هينفذ التكرار ولا مره، وبرده مش هينفذ التكرار ولا مره. عظيم جدا. وده طبعا ايه كده؟ فور وهوايل الاثنين زي بعض تماما في الجزئيه دي. طيب نيجي بقى نكتب نفس البرنامج بالجمله الثالثه اللي هي كان اسمها دو هوايل، اللي اسمها ايه؟ دو هوايل، ونشوف يا ترى ايه اللي هيحصل. اول حاجه برضو بقول له ابدا بالاي، وبقول له برضو الانبوت نمبر بتاعك دخله، وسي ان الانبوت نمبر، وهكتب هنا كلمه دو وهوايل والكلام ده كله، هاخده بقى انقله فين؟ انقله في النهايه خالص بعد الجمله اللي اسمها ايه؟ بعد جمله
دو هتبدأ في الأول والقوسين، وهتبقى بالطريقة اللي خدناها قبل كده. نيجي نشتغل كده مع بعض ونتفرج على النتيجة تظهر معانا ازاي. هشيل الواي اهو، واروح جايب هنا في الآخر كده بعد القوس، قبل القوس ده، وهقول له طول، وهقول له هنا سيمي كولن، وهقول له وايل الاي اقل من انبوت نمبر، وهكتب هنا كلمة دو. شوف بقى يا جماعة، الأول هيكرر وبعد كده يسأل. نعرف بقى إيه اللي هيحصل معانا دلوقتي من فضلكم. هقول له اتفضل نفذ البرنامج. قال لي مفيش أخطاء. أه مفيش أخطاء. فقلت له برضو إن الإنبوت السي إن نمبر كانت بخمسة. إنتر. كتب لي كلمة هلو كام مرة؟ 5 مرات. طب لو جيت نفذت نفس البرنامج تاني وقلت له إن السي إن كانت بصفر، هنا بقى اللي هيحصل إيه؟ الصفر أقل من الأي. لا، الاي مش اقل من الصفر ولا تساويها. شوف بقى اللي هيحصل ايه، كتب كلمه هلو على الاقل مره واحده، لانه الاول نفذ وبعد كده سال على تحقق الشرط من عدمه. وبكده بنكون قدرنا نعرف ايه يا ترى هو الفرق بين جمل التكرار المختلفه. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.